تتواصل الاحتجاجات السلمية في محافظة بابل ضد الفساد وشح الخدمات أو انعدامها وقلة فرص العمل والبطالة وقائمة لا تنتهي من الحقوق التي يسلطون الضوء عليها. شيوخ عشائر المحافظة سارعوا لمساندة المحتجين المضحين بأرواحهم من أجل عراق أفضل، مطالبين الحكومة بالانصياع لها. شيوخ عشائر شمال بابل اليوم مع فتوى المرجعية، مع توجيهات المرجعية على الحكومة أن تلبي كل المطالب. اليوم المطالب مطالب المتظاهرين أخوتنا وأحبتنا الأعزاء. طالب من الحكومة أن تكون أكثر جدية بالتعامل مع هذا الشباب الثائر الواعي في كيفية التعامل معه وتحقيق مطالبه، لا سيما وأنه المرجعية ساندت المتظاهرين في مطالبهم. عليهم أن يكونون أكثر فاعلية وجدية وإحساس في هذا الشباب الواعي. الشيوخ طالبوا الحكومة بعدم المراهنة على صبر العراقيين. الموضوع أخذ أكثر من وقته. المتظاهرين هاي الشهر الثاني في الشوارع والساحات وقدموا تضحيات وقدموا دماء زكية ومستعدين للمطاولة. ندعو السلطات إلى عدم المراهنة على والمماطلة على الوقت، لأنه الدعم المعنوي الكبير اللي تلقاه المتظاهرين والشارع العراقي والعشائر بإشارات المرجعية، الكل مصممة على إحداث التغيير والإصلاح الحقيقي. نفذ صبر الشعب، بدأت الحكومة بإصلاحات. إن هذه الإصلاحات لا تفي بما جاءت به الثورة. الثورة تطالب بتغيير وليس بإصلاحات. الإصلاحات ضعيفة، الإصلاحات لا يمكن أن يرضى بها الشعب ولا يرضى بها المتظاهرين. ويشهد العراق احتجاجات سلمية تطالب بالقضاء على الفساد ومحاربة البطالة وتحسين جذري للخدمات العامة استشهد فيها أكثر من 300 وأصيب الآلاف بحسب مفوضية حقوق الإنسان.